السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي المستمع، لا أدري إن كنت جربت الطريقة المثالية في التفكير في اللاشيء، بمعنى أنك تعطي الفرصة لعقلك لكي يستريح للحظات، وهذه اللحظات هي مهمة جدا لتجعلك تنطلق من جديد. ككل عضو في جسم الإنسان أقول، يحتاج أيضا العقل لفترة من الراحة ومن الهدوء والسكينة حتى يستعيد ميكانيزمات العمل بدقة. طبعا هو يعمل بدقة متناهية للغاية، ولكن إذا كنت تستطيع فعلا أن تمنحه بعض الوقت لمزيد من الراحة والسكون، فإنه سيكون أفضل بكثير ويسمح لك أيضا باتخاذ القرارات المناسبة. التفكير في لا شيء، هذه التقنية الرائعة تجعلك عزيزي المستمع تشعر براحة أفضل وأكبر بكثير. في هذه الجلسة يدعوك يوسف حسن تجريب هذه اللحظة الرائعة، بمعنى أنك سوف تخلد للراحة والاسترخاء وأن تحاول ألا تفكر في أي شيء. بعد نهاية الجلسة سوف تشعر بمزيد من الراحة والاسترخاء، وآنذاك يمكنك أن تحدد ما تريد بدقة متناهية، وتستطيع فعلا أن ترى فرقا كبيرا بين ما كنت عليه سابقا وبين الحالة الجديدة التي سوف تصبح عليها. أقول لذلك عزيزي المستمع، أدعوك في هذه الجلسة إلى التفكير في لا شيء لتنطلق من جديد. ماذا عليك أن تفعل؟ في هذه الغابة الرائعة ومع تساقط الثلوج، تخيل عزيزي المستمع أنك فقط جالس في ذلك المكان وسط كوخ، ولكن تشعر أيضا بالدفء الشديد. لا تخشى طبعا برودة الطقس، عليك فقط أن تفكر بأنك جالس في هذا المكان وأن تحاول ألا تفكر في أي شيء سوى في تساقط الثلوج وأنك وسط هذه الغابة الرائعة. أنا على يقين بأنك سوف تشعر بمزيد من الراحة، لأن تقنية التفكير في لا شيء سوف تجعلك فعلا تشعر بمزيد من الطاقة والارتياح. بعدها سوف تحدد طبعا أهدافك بكثير من الدقة والإيجاب. جلسة ممتعة يوسف حسن.